يعني هل تعتقد انه انكسرت الجره بين الحزب والتيار او لا؟ تحياتي اليك وتحياتي لكل المشاهدين وشكرا للاستضافه، لا طبعا لم تنكسر الجره، هي ليست المره الاولى التي تظهر فيها بعض الخلافات بين حزب الله والتيار الوطني الحر، وهذا من طبيعه العمل السياسي في لبنان الذي يعني دائما ما يصاب بالكثير من التصدعات نتيجه الواقع المؤلم الذي يعيشه لبنان ربما هذه المره كانت يعني الفجوه كبيره وكان العتب كبير وكانت التصريحات في نبره مرتفعه الى انه سرعان ما استوعب الوضع يعني البيان الذي صدر من حزب الله اليوم صباحا واللقاء الذي حصل بعيد جلسه انتخاب جلسه لا انتخاب رئيس الجمهوريه في مجلس النواب اليوم اعتقد انها كفيله بازاله كل الالتباسات التي حصلت واعتقد ان الوزير جبران باسيل يدرك تماما حرص حزب الله على العلاقه مع التيار وهو ضنين بعلاقه التيار بحزب الله يعني بدناش نقول للشامتين ان لا يشمتوا وان لا يذهبوا بعيدا في الرهانات العلاقه بين حزب الله والتيار ستبقى علاقة جيدة ومتينة، لكن هذا لا يعني أن يكون هناك بعض التباينات أحيانا. على كل حال يعني بحسب معلومات الجديد إنه هذا اللقاء الذي حصل لا يمكن القول عنه إنه لقاء عفوي ولا يمكن القول عنه إنه مرتب مسبقا، يعني لو لم يكن اليوم في جلسة لمجلس جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية لما كان حصل هذا اللقاء ولكنه شبه عفوي وليس عفوي بالكامل وأيضاً بحسب المعلومات أنه جرى النقاش بالعديد من النقاط يلي هي قيد المتابعة بين الجانبين وكان في يعني شوية تحفظ من جميع من شارك بهذا يعني نحن شفنا من كان بحسب الصورة اللي انتشرت كان في النائب جبران باسيل، النائب نورة صحناوي، سزار أبي خليل، سليم عون وغسان عطلة من قبل تيار الوطني الحر ومن كتلة الوفاء للمقاومة النائبين علي عمار وحسن فضل الله. برأيك صار عتب أو عندك أجواء هذا اللقاء ماذا حصل في خلاله؟ لا لم يتسن لنا أن يعني أن يعني نجري بعض الاتصالات لكن الواضح أن القضية يعني ممكن أن تكون على خلفية الذي حدث بطبيعة الحال وهناك اتفاق على إزالة كل الملابسات لا بكل حال المهم في هذا الأمر هو أن نتطلع إلى الأمام. ما هي رؤية الطرفين لطبيعة الواقع ولمسألة مقاربة الاستحقاق الرئاسي وغيرها من القضايا الاخرى؟ العلاقة بين الوزير جبران باسيل والعلاقة بين حزب الله هي حصرا عادة محكومة بلقاء ما بين الوزير جبران باسيل وسماحة السيد نصر الله، هكذا كان دائما يرى سماحة السيد ان يعطي للوزير جبران باسيل هذا النوع من الخصوصيه هلا هل بعض الاحيان تحتاج الامور الى مسائل طارئه يعني يستعاض عنها ببعض الاتصالات التي كالتي حصلت اليوم لكن لا اعتقد ان الامر اليوم بحث في موضوع استراتيجيه ورؤى لا كان لقاء سريع لم يكن هو لقاء لازاله هذا العتب الذي كان كسر الجليد وأعتقد اذا بدأ. واعتقد البيان الذي صدر من حزب الله كان واضح مرتب لائق آه يعني وضع النقاط على الحروف بيان حزب الله هو بيان العتب لانه تشديد على ما ما قالوا يعني جبران باسيل قال مشكلتنا مع الصادقين الذين نكثوا بالاتفاق وبالوعد والضمانه وهذه ليست المره الاولى اقل في الفتره الاخيره من انتخاب المنتشرين والانتخابات بحد ذاتها الى الحكومه فرد الحزب انه حزب الله لم يقدم وعدا للتيار بانه لن يحضر جلسات طارئه للحكومه اذا غاب عنا وزراء التيار لذلك فان الصادقين لم ينكثوا بوعد وقد يكون التبس الامر على الوزير باسيل فاخطا عندما اتهم الصادقين بما لم يرتكبوا هون العتب. هذه الكلمه قد يكون التبس الامر عند الوزير جبران باسيل، هذا يعني يريد حزب الله ان لا يقول لجبران باسيل يعني نحن لم نقل لك وانت يعني انت حاولت الايحاء باننا قطعنا وعدا لك ف منعا لهذا الالتباس قد يكون التبس عليك الامر <applause>